انا المره ديالي كتولد هنايا مع عام الخامس، جيت البارح وعاود اليوم جوج المرات. وشويت واحد السيده جات لعندهم تما عيانه وباتت الشهر ديالها، شويت قالوا لها سيري تا من بعد، مشات عاود جات واحد السوايع حنا هنا كنقيلو هنا سيرو اجي، شويت جات عاود قالوا لها خرج، خرجت شويت كنسمعها ولدت الجردة ديال محمد الخامس. خرجوا ديك الساعه، خرجوا موراها الناس جاو كيغوتوا شي دنسة ما كيعرفوها ما والو، جاو كيغوتوا اللهم هذا منكر. مرا ولدت الجردة خرجوا القابلات، هزوا ديك الترابي بواحد الفوطه زرقاء ودخلوا بها، والناس بقاو كيحيحوا في الباب وكيغوتوا اللهم هذا منكر. وفعلا اللهم هذا منكر، هذا الشعب هذا راه عيا مسكين. ودي محمد الخامس تخلص، تولد تخلص، اي حاجه تخلص، هذا الفاسد هذا بزاف، هذا تين التعليم الفاسد، تين الصحه الفاسد، تين العدل الفاسد، ما بيمشي هذا المغرب. المعيشه غلات، هذا المغرب البوبري شنو يعمل؟ هذا اللهم هذا منكر. الله ينصر محمد السادس، حنا الملك ديالنا عارفينه ما باغيش هاد الدور، ولكن خصنا هاد الفاسد يحيد. شكون يحيد؟ ولا شكون يحيد هاد الفاسد هاد المنظومه هاد؟ وهادشي مشى بالدم اصاحبي. دابا حنا خصنا اي حاجه في المغرب خصك تخلص، طول تعيط، ما عندكش امشي تموت. ها المراه ولدت دابا في الشارع مسكينه في وسط الجردة، اللهم هذا منكر. شكون يحاسب هاد الناس هذا؟ شكون اللي عيلتها في الناس هذا؟ شكون يوقف؟ بالعكس حنا كنشوفوا هادشي هذا كيتزاد، هادشي كيدعموهم يزيدوا بحال اللي عنده شي بوست يخلص عليه، فهمتي؟ يخلص عليه باش كيبقى تما يسب دمدم مغاربه، باش يبقى تما باش يعطيني هذاك اللي فوق منه، وهذاك اللي فوق منه لا ما عطوهالوش يجري عليه يجيب واحد اخر. دابا كتمشي تعمل الراديو هنا محمد الخامس خضر مع السيكيريتي، كدبر على 50 درهم 100 درهم بلا ما تقدر، ما كيعمل لك الراديو، والسيكيريتي مسكين ما عامل والو، اللي فوق منه هو اللي كيقول له عدل هادشي هذا، وهذاك بيدو راه ما عامل والو، اللي فوق منه هو اللي كيقول له اجمع لنا ورانا. السيده ولدت الجرده مسكينه، ولدت الجرده جات وجراو عليها، مشيت من بعد ولدت الجرده الترابي. دابا كيقولوا الترابي مات، حنا ما عارفينش، كيقولوا الترابي مات وهي، جاو العائله ديالها، العائله ديالها دخلوهم للاداره دغيا كيتفاوضوا معاهم، الراس ديالها فهمتي؟ راس ديالها تفاوضوا مع حنا نتكلفوا لك حتى شي حاجه كذا كذا، خلاوها بدراوش الناس مزاكوره مسكين ما كيعرفوش فهمتي من هنا هنا. وهادشي اللي كاين اخي ما شاء الله، والله يعدلها والله يصوبها والله يرفع علينا هادشي هذا. خصكم اخي تزولوا هاد الفاسد من الجدور، هادشي هذا بزاف، هادشي هذا عاد تبوا شي ثوره اخي، تبوا شي حاجه من هاد الضغوطات، المعيشه غاليه، ودي الطبيب تخلص، تمشي ما مشيتي خصك تخلص، والمغربي مسكين عيا، فين عيمشي هاد الشعب هذا فين عيمشي؟ تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.